هو فيه موعد سيكون الأيام القادمة، وأظنه من حول هذا الموضوع يقدمون المبادرة ونتناقش حولها ثم ننظر ما فيه نفع إن شاء الله وخير، نؤيده ونثمنه بإذن الله وعونه. لكن في بحر الأسبوع القادم إن شاء الله. نحن مبتولين في البلد بنخبة تفننت في زرع اليأس في قلوب المعارضة وفي قلوب الناس جميعا، وتفننت في إشاعة في تقزيم الأحزاب وتقسيمها وتشويه قادتها، وتفننت في ترويض أهل الطمع وحثهم على مزيد من الطمع، وتفننت في إشاعة كل أنواع الفساد في البلاد. ولذلك الأمر ليس هينا، لابد من حسن الاستفادة من التجارب السابقة، ولابد من مباشرة ما يلزم أن نباشره بكل فهم وبكل بصيرة، ولكن أيضا بكل مسؤولية وبكل شجاعة.